دي مصطفى من هاد القريه هادي من ولد عقيل، والمهنه ديالي فلاح، وكاع الناس هنا فلاحه. حنا هاد الارض ديالنا كما قالت الاخت دابا، هاد الارض ديالنا حنا كنتصرفوا فيها 1963 هاد التصرف عندنا، وكان التصرف ديال جدودنا قبل من هذا. هذا التصرف اللي خداوه الناس اللي عايشين دابا، كاين تصرفات اللي قبل من 1963 جاو هاد الناس هادو كراو من عند السوجيطه وبغاو يحوموا على كاع الاراضي اللي كاين في جنبها، ماشي علينا حنا، داروها مع دواور اخرين اللي كيوصل الدوار اللي كيوصلوا له كيكريو الارض ديال السوجيطه اللي في جنبها الفلاح الضعاف كيديروا لهم ديالهم كيتعداو عليهم. هادشي اللي وصلونا حنايا دابا تيتراش، الناس عادوا مشيو يتردوا لهم. حنا كيوصلوا لنا حنا هما كارين واحد العدد قليل، كارين 87 قطار اللي كارين، هما شاد اكثر من 100 قطار داها كلها ديال الضعفه البلاصه اللي كيوصلوا اللي كاع الناس اللي جيرانهم كيديو لهم رزقهم. وحنا عندنا التصرف، ماشي حنا ارض ديالنا وجدودنا وجدود جدودنا حنا كنوعينا فيها تصرف من ألف تصرف، لان هذا ارض ديال الجماعه ماشي ملك، ولكن من عام 1963 وحنا كنتصرفوا في هذه الارض. ها هو هذا من القياده، وكاين الناس اللي تصرفوا فيها، كاين تصرف اللي قبل من هذا الوقت. هذا يعني خداو والدينا، كاين اللي خداو جدودنا. حنا كنطالبوا بهاد الناس هادو يبعدوا منا، حنا باغيين ارضنا، حنا ما داخلينش عندهم، حنا على الارض ديالنا شادينها. هاد الناس راه بغاو يتعداو، ماشي بغاو يتعداو، وهما قال لك باغي يديو كل شيء. هما راه كيسميو راسهم هما الاباطره ديال مولاي بوسلام، هما الارض اللي داروا صوله كيديو. هي قال لك سوا تبيعوا لنا سوا نديوها صحه، حنا ما غنبيعوش وما غنعطيهمش. جاو ساومونا بالبيع، قال لك بيعوا لنا كيما باعوا كاع الناس، حنا ما كنبيعوش، حنا الناس عايشين في هاد، الناس كامل عايشين في هاد رزقهم هذا، فين غيمشيو؟ ملي غنبيع لهم انا فين غنمشي؟ انا فلاح، انا نهار اللي وعيت لقيت راسي فلاح فين غنمشي؟ غنبيع ليه بزز ما غنبيع ليهش، غيدي لي صحه ما غيديها ليش. حنا كنطلبوا من السلطات، وكنطلبوا من جهاز الملك الله ينصرو يوقفوا معنا ويشوفوا هاد الظلمه شنو داروا. كيف ما قلت لك اختي، القاضي وقف هنا في هاد البلاصه، الجندرم جاو هنا، القايد جا هنا، كلهم كيقول لك اللهم ان هذا منكر، كيقول لك هاد الارض هذا البير هو التاريخ ديالو راه باين على وجهه، كيقول اللهم ان هذا منكر، كيقول لك هاد الارض كانت غابه في 2005. هما عندهم زوراق كيقولوا بان هما كيقولوا ان كانت غابه في 2005، انا كنقول لك الدار في 1981، البير في 1970، وهما كيقول لك هذه كانت غابه في 2005 وحنا جينا حيدنا الغابه وسكننا فيها. والناس راه كاين راه عندهم وثائق من 1963 هما كيف الحوار الارض ديالهم هذه. انا سميتي توريا السامي وعايشه في هذه الارض. شحال من سنه؟ عندها 66 عام. انا تقريبا عندي 50. جدودنا ماتوا، والدنا ماتوا، بقاو غير حنايا. شنو المشكل اللي عندكم؟ هذا المشكل اسيدي، عندنا الارض ديالنا عايشين فيها، هادو ولا الزهر باغيين يحيدونا منها. عاطين علينا الفلوس، قال لك لا خصهم هما اللي يتوقتوا. طالعين سوق الاربعه شادنا هما، طالعين مولي بسلام شادنا هما، طالعين القنيطره شادنا هما. وحنا في عام مشيو كنطلعوا القنيطره ماكش اللي كيشوف فينا، كنهودوا السوق الاربعه ماكش اللي كيشوف فينا، قطعونا بالفلوس وخلاونا هنا حتى من الديور اللي كنسكنوا فيهم هما عجوا عيريبوا منا. وعاش الملك والله عاش مسندا، وعاش الملك. وما عندنا في عام مشيو، هذه هي بلادنا وهنا غنموتوا فيها. السلام عليكم، معكم حسن الصديقي من احد ساكنه دوار ولد عقيل سيدي والدار. يعني حنايا كنا مستقرين في هذه الارض هذه، واكلين شاربين والحمد لله. وبدايه بنا كنتفاجئوا بشي ناس اللي كيدعوا انهم اولاد زهيري، هادو معروفين في منطقه الغرب الشرده بني حسن كانهم لوبيات كيسيطروا على الدرويش والمواطن. حنا ديجا كنا سمعنا جلاله الملك الله ينصرو كنعطى واحد الانطلاقه ديال المخطط الاخضر، والشعب المغربي كامل في الراس ديالو هاد الفكره هذه. يعني خدينا وثائق، يعني حنا في الصيغه ديال هذه الارض من 1963. ماذا بكم يا الاخوان، انسان في 1963، انا 32 سنه وعيت في والديا اللي هما تزادوا في هذه الارض وتزوجوا في هذه الارض، وخديت من عند الوالد بان والديه تزادوا حتى هما في هذه الارض. اذا بينا كنتفاجئوا بهاد الناس جاو بغاو يحيدوا الارض ديالنا. حنا كنطالبوا جلاله الملك والجهات المعنيه بالامر ان يكون واحد التدخل سريع. فاذا هاد الناس هادو، نعم استاذه ديجا، يعني كانت حنا مع هاد الناس في الدعوه من 2000 من 2005، يعني القانون ما خداش المجرى ديالو، ما تحكمش واحد صريح معين، يعني بقات في التفاوض. فاذا يعني من بعد نقولوا ديك الدعوه نامت، بقات هكذاك الناس بقاو مستافدين. يعني هما ديجا كانت واحد الارض هنا مجوره، ما يعني ما تحكم حتى شي حكم يعني اللي هو قطعي،
يعني واش تسلم ليهم ولا تبقى لهاد الناس اللي هما مالكين هنا الاصليين، رغم انه ما عندناش ما نقولوش انها ملك، ولكن كاين واحد الوثيقه اللي كتدن على انها تصرف من 1963. حتى هاد الورقه ديال التصرف يعني احنا كمواطنين ولا كشعب ما مشيناش يعني جبناها من شي ارض ولا شي، احنا مشينا لواحد الاداره عموميه، يعني ديك الوثيقه كتسلم لك من طرف نائب بالامضاء بالسيناتور. يعني يعني استاذه هذيك كتسمى كتصرف يعني مدى الحياه، يعني كانت الانطلاقه ديالها فيها فاش توقعت بانك عندك واحد الوثيقه كتثبت بانك تصرف هذه القطعه الارضيه من 1963 الى يومنا هذا.